السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كل سنة وانتم طيبين. النهاردة بإذن الله هنكمل تيرم أويل. في الأول بس حابب أقول اللي ما اشتركش يشترك ويعمل لنا لايك للفيديو. ادعمونا يا جماعة بالاشتراك وباللايكات وبالكومنتات. أنا عايز أوريكم بس حاجة بسيطة صغيرة، يعني يمكن هتوضح الكلام اللي أنا بقوله وليه أنا بطلب منكم الاشتراك. دي حاجة من الاناليتيك بتاعتي، تمام؟ زي ما انتم شايفين النوت سبسكرايبد 92%، يعني 92% من الناس اللي بتتفرج على الفيديوهات مش مشتركين، تمام؟ فارجو منكم كل اللي يشوف اشترك ولايك والكلام ده يدعمنا بالاشتراك وباللايك، وتعالوا بينا نشوف على طول كده هنعمل ايه. طيب احنا اخر مرة كنا خلصنا كل حاجة تقريبا، مش فاضل لنا غير ان احنا نختار الارض، تمام؟ ما عملناهاش في الفيديو اللي فات، فخلونا نشوف كده ايه الاراضي المتاحة. مثالي افضل ارض اللي هنا دي، طبعا محدش هيسيبني فيها بس خليهم يتخانقوا زي ما هم عايزين. طيب بعد اذنك، انا مش عارف معايا فلوس هغطي الخناقات اللي انا بعملها دي. طيب برضو بعد اذنك، احنا عاوزين ارض تعوضنا عن الخسارة اللي حصلت الفيديو اللي فات، يعني نشوف كده ان شاء الله ايه نعوض. دفعنا كتير، دفعنا 10,000 باين او 8,000. طيب خير، احنا معانا 10,000، فمش هنعمل اي حاجة غير ان احنا نروح نحفر على طول. طيب ننزل دوزر زي دوار. احنا محتاجين ايه؟ محتاجين السرعة شوية، لأن السرعة، لو إن السرعة دايما بتغلط. طيب حلو 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 حلو. في بير هنا يا جماعة ما شاء الله عليه، في بير هنا ما شاء الله. خلونا نسحب بس شوية حاجات، نجيب شوية فلوس، معلش نقوم حاطين لنا رج هنا. اوكي، خليهم يفضلوا يبيعوا بالسعر التعبان ده، خلينا احسن. طب انت البير بتاعك يعني، والله ماشي بسيط، هنوصله كده. اوكي، وانت البير بتاعك نوصله كده. بقوا يلاقوا ابار سطحية، سبحان الله. يعني كنا بندور لسه على ابار سطحية معناش فلوس، الحمد لله مش معانا فلوس. طيب في هنا ناس لابس. طيب خلينا نشوف الاخوة دول، نكبر ده. ارفعوا اسعاركم بقى، يعني كفاية انتوا مستغلين قوي، مستغلين قوي الناس اللي هنا بتبيع احسن. يعني نزود عربيات، الحمد لله. كبر دي كبر دي، خلينا نسحب اسرع عشان مش عاوزين يحصل زي اللي حصل قبل كده. هنحاول يعني ان شاء الله هنحاول، مش اكيد ما سحبناش من الجير ده. كبر العربيات طب شوية، نزل كام عربية، السعر هنا على اليمين احسن. نزل لوزر، 3 لوزر. فين من اللي لقى؟ والله خده، ماشي مفيش مشكلة. اباركو سطحية ولا ايه النظام؟ بنبيع بسعر دولار الى حد ما معقول. تمام، نكبر الابار دي، نكبر المواسير دي. في واحد لقى هنا، نشوف ده. مفيش يا كابتن، يا ابني حدد لنا انت فين بالظبط من الخريطة. متهيألي ده تمام. في واحد برضه لقى هنا، الصخر طلع لنا في البخ. كفاية كفاية معانا 7,000، نقدر نغطي بيهم حاجتنا. سبحان الله، يعني مش عارف ايه الموضوع. ننزل برضو داوزرز تاني. اوكي اوكي اوكي،
عاوزين نعمل الاسكان بتاع كل مرة عشان ايه ما نجيش من الزنق في الاخر. احنا بعنا شوية حلوين في الاول، فبالتالي هنكشف الارض سريعا في بيت الزنق. هنا خلاص في بترول، شوف هنا، هنا في غاز تاني، شوف هنا الجير ده كبير خالص. برضه المواسير عشان ايه شكلها ارض تعبانة ولا ايه؟ شكلها ارض تعبانة. خلونا ننزل تخزين، ننزل تنكات عشان الوضع كده سيء، فاحنا نخزن لان الاسعار سيئة بصراحة. فبالدوزر زي مشي الدوزرز مش ده معناه اللي احنا اللي هنطلعه بترول من الارض هو اللي هيبقى المكسب بتاعنا. فبالتالي لو كده يبقى احنا محتاجين سعر كويس نبيع، فعشان كده احنا اللي هنطلعه هنحاول نبيعه بسعر كويس. ده ايه ده؟ بترول وجوهرة. طيب الحمد لله، خلاص مش عاوزين مول تاني. هل في حاجة هنا كمان؟ خلاص ما في حاجة. وده خلاص دير بترول عادي، ده دير بترول محتاجين نخبره. ماشي اوكي، عمالين بنسحب مش عارف ليه بوضع سيء من الجزء ده. احنا ممكن نقفل دي، وصلنا وصلنا نجهز الوضع يعني على اساس ان احنا نشتغل على طول منه على الغاز. احنا خلاص كده يعني يعتبر بقينا اساسي هنشبك في الشركة دي. نوصل دي، نقفل، معناش فلوس. طيب يلا شوية، خلاص كفاية، نقفل دي. تمام كده، وصلنا الغاز الطبيعي. اوكي مش عارف ليه الوضع هنا اكبر الماسوره دي، بس دي مش سحب حاجه. طيب يعني مش عارف انا ايه ده. طيب احنا حتى السعر مش عاوز يرفع، السعر مش عاوز يرفع. طيب خلينا نكمل شويه، اخر شهر هيجي خلاص. طيب للاسف هنضطر نفتح وننتظر السعر ان هو يعلى. حاجة غلط، في حاجة غلط. ثواني ثواني، هي أنا دي كلها واصلة ببعضيها. أيوه بيعوا 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 بسرعة، بيعوا بسرعة يا شباب، بيعوا بسرعة. جبنا العيد مرة تانية، جبنا العيد. توصيلة المواسير دايما فيها مشكلة معايا، مش عارف ليه المواسير فيها أزمة دايما. بقفل الماسوره من المكان الغلط ليه معرفش. طيب ده عايز يشار 3%، الحمد لله هنعوض ان شاء الله هنعوض. ده عاوز يشير، انا لسه راح اشتريه، لسه راح اشتريه معايا واحد. طيب ماشي ماشي مفيش مشكله. خلونا نشوف كده هنا ايه الوضع. والله الأراضي كلها تعبانة يعني، ما فيش حاجة. مش عارف والله الواحد يختار ايه. والله مختار دي على أساس إن أنا جنب 26 يعني. ماشي خير خير، ما معناش طبعا فلوس نطور أي حاجة. فنخش على طول على الحفر. يا رب، نقول يا رب كده عشان ربنا يفرجها علينا. بس 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 يخرب بيتك. شبكت في بير غاز، شبكت في بير غاز والله. يعني ليه بس كده يا شباب؟ ليه كده يا شباب من اولها؟ هنضطر نطير شويه في الغاز دول للاسف يعني.
الوضع سيء خالص. خطر. دي احنا خلاص هو اعتمدنا على البيت ده، محتاجين نطلع منه عشان نجيب فلوس. ايه هنا؟ طب يا ابني يا حبيبي، مش من اولها كده، مش من اولها رخامة يعني. انت رخم اوي بصراحة يعني، انت تلاقي بير تحت الارض كده والله العظيم اقول ايه، بس مش من اولها رخامة يعني. يعني الناس تلاقي ابيار. تعالى يا ابني بقى هنا، تعالى يا ابني، ده حاجة. خير. كبر ده عشان البير ده شكله كبير. احنا عاوزين نوصل مثلا قد 5000 كده ولا حاجة عشان نقدر نوقف بيع. اوكي البيت ده ماشي، ننزل دوزر، العجلة بدأت تمشي اهي. هنا السعر احسن، ننزل كام تانك كده. الخزانات بتفيد بصراحة في ظل استغلال الأسعار، الخزانات بتفيد. الدوزرز مش لاقيين أي حاجة ولا إيه؟ في إيه؟ طب كفاية يا شباب، خزنة. أنا مش عارف ليه الدوزرز مش لاقيين حاجة. الوضع بصراحة سيء جدا. ده بيت ايه ده؟ ده بيت غاز. في معرفش ده بيت ايه بصراحة، انا مش شايف. ده بيت غاز. البوزر بيهرش في دماغه. الاتنين اللي هنا دول مشيوا خلاص، زهقوا. مفيش معقولة الارض بالسوق ده؟ لا انتوا كده بتهزروا. لا ده هزار ده. معقولة احنا عايزين نعوض الأسعار؟ مش عارفين الأرض الجديدة بيبقى فيها ايه بصراحة. يا الله، ده ايه ده؟ لا، ده حاجة غريبة. مش ممكن يا جماعة، ايه ده؟ الأرض فعليا زي 2 باوزر كمان. طيب يعني أنا مش عارف والله، الأرض فعليا مفيهاش أي حاجة. وسحبنا البير ده ما شاء الله. طيب نقفل الماسورة دي. وصل هنا متهيألي في جوهرة هنا، أنا أخدت بالي منها. احنا خبطنا في حاجة. وصل دي، اوكي. وصل دي كمان، متهيألي كان في بير غاز تحت، ولا هو ده لما الشاشة نزلت شوية تحت؟ طب ايه؟ احنا بندفع مرتبات كده نقفل دي، ندفع مرتبات بالعربيات دي كلها ومفيش أي عائد. الوضع سيء خالص. يا الله، لا، مفيش أي حاجة. ناشفة خالص كده. مفيش حاجة في الركن ده حتى. مفيش حاجة في الركن ده. هنا كده مفيش خالص. طيب السعر هنا وحش، انتظر شوية. الدوزرز بيدوروا مش لاقين أي حاجة. اوكي السعر بدأ يرفع، مش عارف والله أحدث العربيات. هما 3 تنكات مليانين، انا مش عارف احدث العربيات ولا ما احدثهمش. طيب السعر بدأ يرفع،
عايزين اقصى حاجة ممكن نرفع عشان نفتح له الغاز دولار و10. هنفتح له الغاز ونبدأ نبيع، تعوض شوية بيع ب2 دولار وحاجات زي كده، نبدأ ننزل. اوكي وده كل اللي في الارض، شكرا. حتى عشان ناخد الفلوس اللي بيدوها لنا الارض فعليا ما فيهاش اي حاجة، فعليا ما فيهاش اي حاجة، حصلت خسارة كده. مش عارف والله الموضوع دي الارض الجديدة، التلج هنا وبتاع لسه هنخش عليه لسه، ما احنا مش عاوزين. ماشي نختار مع الشباب دول، خلينا بعيد ناحية الشجر شوية، حاسس عايز انزل ناحية المية كده، بس يعني ده تقدر تزود الفايب. معانا 36,000، احنا ما دخلناش نخش المزاد، ويبقى كده ايه ده عاوز يشرب 3%. ماشي ممكن ناخدهم بكام؟ كنت هاخدهم ب20,000، كنت هاخدهم ب20,000 ودوست، بس ما مش عارف ما جاتش، مش عارف. طيب يا جماعة ده كده اللي كان معانا النهاردة، أرجو إن أنتوا تكونوا استمتعتوا، وزي ما قلنا في أول الفيديو اللي ما اشتركش اشترك، يعمل لايك للفيديو وشاروا الفيديو واعملوا لنا كومنت تحت العيد اللي احنا جبناه ده، وبرجو منكم كده يعني ان انتوا تدعمونا، وشكرا ليكم وشكرا لوقتكم، والله بحبكم جدا وبشكر كل اللي بيدعمني، وكده خلاص يعني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.